ازاي ابدا، ازاي اقنع اهلي، لازم اصور بكاميرا ولا اصور بموبايل، لازم يكون معايا معدات، ايه اهم الحاجات اللي لازم تكون موجوده عندي، اعمل مونتاج ببرنامج ايه يا عبير، ازاي نعمل ستاند في البيت بنفسنا باقل الامكانيات من غير ما تشتري اي حاجه. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا العيد خلص خلاص، كل سنه وانتم طيبين. النهارده يعتبر تالت يوم، فانا بالنسبه لي ان هو كده خلص. وبصراحه انا اساسا ما بعملش اي اكتيفيتيز خالص في العيد، انا بسيب ايامي الطبيعيه عادي واعمل فيها اللي انا عايزاه. في العيد بقعد في البيت وبريح خالص زي رمضان كده بالظبط. الفيديو بتاع النهارده زي ما انتم شايفين في العنوان كده، هعلمكم ازاي تعملوا لنفسكم كارير. الناس اللي نفسها تبدا في مجال السوشيال ميديا، الناس اللي نفسها تدخل دخل يومي، الناس اللي نفسها يجي لها فلوس وهي قاعده في البيت، الناس اللي بتحب تشتغل من البيت، اللي بتحب تظهر قدام الكاميرا او حتى لو هي وشها مش تظهر بيه وهتظهر بايديها بس، او اللي حابه تعمل اي خدمه مقابل فلوس. الفيديو ده بجد هيفرق معاك جدا او معاكي جدا. الفيديو ده للبنات والولاد عادي جدا، هعلمك فيه يعني هحطك على بدايه الطريق، هديكي النصايح اللي هتساعدك في البدايه من ناحيه التصوير، من ناحيه الايديت، هعرفك البرامج بتاعه المونتاج، هعرفك البرامج بتاعه الايديت وازاي تتصوري وازاي كل حاجه محتاجه تعرفيها. هحاول باذن الله ان انا اعرفها لك في الفيديو ده. ولو حابين اكمل في السلسله دي واعرفكم معلومات اكتر، يا ريت يا ريت نوصل الفيديو ده ل 2000 لايك، وتكتبوا لي في الكومنت علشان كلامكم ليا بيفرق. فطبيعي لو انتم ما طلبتوش مني انا مش هعمل، لان انا اوريدي بعمل الحاجه اللي بلاقي فيها اقبال. فانا على الانستجرام باخد رايكم في كل حاجه، فلو حابين تكونوا انتم من الناس اللي بترشحوا لي نوعيه الفيديوهات اللي بتحبوا تسمعوها، خشوا تابعوني على الانستجرام وبنزل ستوريز يوميا وبعرف منها انتوا حابين تعرفوا ايه. بلاش رغي كتير بقى وهنتكلم في الموضوع بتاع فيديو النهارده. حلوين، اول حاجه هنبدا بيها ازاي ابدا، ازاي اقنع اهلي. خلونا نخلي موضوع اقناع الاهل ده في فيديو تاني، لان ده في حد ذاته محتاج له فيديو كامل. وبموضوع بسيط انا بس عايزه يعني اسهل عليكم الموضوع، مفيش قاموس هقول لك تمشي عليه اهلك هيوافقوا. كل اهل وليهم اعتقاداتهم وليهم تفكيرهم، كل اهل وفي طريقه معينه هتقنعيهم بيها. واحده بتقنع اهلها عن طريق ان هي بتنفذ لهم كل اوامرهم، واحده تانية بتقنع اهلها عن طريق ان هي بتكتسب ثقتهم، واحده تانية بتقنع اهلها عن طريق ان هي بترشيهم. يعني انا ما اعرفش بصراحه كل واحد عيلته عامله ازاي، فاللي اقدر اقول لك عليه في الفيديو بتاع النهارده ان انت تحاولي تكسبي ثقه اهلك، لان الثقه هي اللي بتولد كل الحاجات الحلوه، وانك تحاولي على قد ما تقدري تكوني راضياهم وتكوني قد ثقتهم فيكي. يعني ما تزعليهمش. انا عارفه ان احنا طبيعي كل حد فينا سواء كان ولد او بنت بيزعل اهله، بس في فرق زعل عن زعل يفرق. فاهم حاجه انك تكوني قد الثقه، واهم حاجه لما تيجي تتكلمي معاهم تتكلمي انك واحده عاقله او واحد عاقل وعارفه كويس قوي انت داخله في ايه، تبين لهم انك فاهمه وتكوني واخده القرار ومقتنعه بيه. انت لو مقتنعه بقرارك مش هتخافي من اهلك، لو انت مقتنعه ان اللي انت هتعمليه كويس ومش هتغلطي وهتظهري بشكل كويس وهتقدمي محتوى كويس، عمرك ما هتقلقي من انك تكلمي اهلك في حاجه زي دي نهائي. وخليكي مقتنعه دايما من جواكي ان انت صح، وطول ما انت حاطه الحاجه دي في دماغك هتعمليها. صدقيني مهما كانت العوائق اللي قدامك كتيره وصعبه، كل ما نجاحك هيبقى ابهر وهتبقي انجح واحده في الدنيا. بس اهم حاجه الاستمرار. لو واحد حاطط في دماغه ان هو ينجح ومن اول مره فشل فيها ما كملش، فهو ما يستحقش النجاح ده. كل ناجح، كل شخص ناجح بيبقى وراه مصايب قد كده وقع فيها، وبيبقى وراه مشاكل قد كده، وبيبقى وراه حاجات وقصص كبيره جدا ما بيبقاش عارفها غير صاحب الشأن نفسه. فلو انت فاكر ان انت من اول الطريق هتنجح، فانت كده صدقني مش هتنجح في حياتك. ده في اي حاجه سواء كان في الدراسه او في الشغل. انا كده يعتبر اديتكم نبذه عن موضوع الاقناع الاهل، بس لو عايزين تفاصيل اكتر وكلام اكتر في الموضوع ده اكتبوا لي في الكومنتس، وباذن الله هعمل لكم الفيديو ده. طيب اول نقطه يا عبير، انا دلوقتي خلاص جاهز اقنعت اهلي، الموضوع تمام. ابدا بايه واعمل بايه؟ لازم اصور بكاميرا ولا اصور بموبايل؟ لازم يكون معايا معدات، ايه اهم الحاجات اللي لازم تكون موجوده عندي؟ طيب اول حاجه من ناحيه الستاند، من ناحيه الرينج لايت، من ناحيه الكاميرات، فانت مش محتاج الكلام ده خالص. انا قدامكم اهو، انا بدايتي يا جماعه ان انا كنت بجيب موبايل، انا مش عارفه موبايلي التاني فين للاسف، كنت فاكره على الترابيزه جنبي ما لقيتهوش. اول حاجه بدات بيها ان انا كنت جايبه موبايل وفاتحه الفلاش بتاعه وحاطه الموبايل على التسريحه وموبايل تاني قدامه، وكل الفيديوهات دي لسه موجوده على القناه، مش قناه
قناتي دي القناة اللي قبلها اللي هي وقف الربح فيها فسبتها. المهم يا جماعة كنت بثبت الموبايل قدامي عادي وبشغل الفلاش من الناحية دي، ولما طورت من نفسي جبت موبايلين، مش موبايلين بتوعي لا، ده انا كنت جايبة موبايل ماما على الناحية اليمين وموبايلي التاني على الناحية الشمال، كان موبايل سامسونج قديم جدا، وكنت مشغلة الفلاش واحد من هنا واحد من هنا وموبايلي بصور فيه من النص. والله الكواليتي كانت بتطلع كويسة والصورة كانت بتطلع حلوة وما كانش عندي ادنى مشكلة، وكنت فخورة بنفسي جدا والناس كانت بتشجعني كمان. واعتقد ان مفيش فرق اللي اختلف دلوقتي في فيديوهاتي، الرينج لايت والحاجات دي ظبطت الاضاءة شوية، بس ده ما يمنعش ان هو ما كانش عائق بالنسبة لي، وقعدت فترة طويلة جدا معيش رينج لايت ومعيش ستاند، وكنت بثبت الموبايل على التسريحة او على الترابيزة، او لو عايزين فيديوهات مخصوصة ازاي نعمل ستاند في البيت بنفسنا باقل الامكانيات من غير ما تشتري اي حاجة عن طريق حاجات بسيطة جدا عندك في البيت وموجودة عندك دلوقتي، ممكن تكون في اوضتك او في المطبخ او في اي حتة، هتعرفي تثبتي الموبايل بتاعك لو انت عايزة تعملي كده. تاني حاجة من ناحية الاضاءة، انت ممكن تنوري فلاش موبايل، ممكن تجيبي اضاءة اباجورة لو عندك اباجورة، مفيش حد في البيت ما عندوش اباجورة، ما عندكيش اباجورة عندك النور ده، عارفين النور ده يا جماعة؟ بصوا هفتحه دلوقتي. تمام، النور ده انت ممكن تجيبيه من عند اي كهربائي زي ده وبسلك، بيتحط في الفيشة وبينور، والله العظيم الاضاءة بتاعته يا جماعة احيانا بحبها اكتر من الرينج لايت. فعايز اقول لكم ان اغلب الميك اب ارتست اساسا بيستخدموا الانوار اللي من النوعية دي، فما تقلليش خالص من الامكانيات اللي عندك، لان انت امكانياتك دي اساسا المشاهير بيستخدموها. طيب بالنسبة للرينج لايت، حابة تجيبيها هاتيها، سعرها مش غالي خالص، في رينج لايت بتبدأ من اول 100 و120 و200 و250، وكل ما تحبي تعلي انت بتعلي بنفسك من غير ما حد يعني بيلاحظ الموضوع ده. من ناحية الستاند اتكلمنا عليه، من ناحية الرينج لايت اتكلمنا عليه. التصوير، هل لازم يكون معايا موبايل عالي؟ يا جماعة انا بدايتي كنت بصور بموبايل شاومي كان قديم جدا، والموبايل ده لسه موجود معايا لحد دلوقتي ومحتفظة بكل حاجة فيه. ليه بقى؟ لان الحاجات دي بالنسبة لي انا في بدايتي كنت واثقة ان في يوم من الايام انا هوصل لحاجة كبيرة، والحمد لله وصلت، وبكلمكم دلوقتي وانا بيتابعني 320,000 حد، وانا واثقة ان في يوم من الايام هوصل لل 350 وال 400 وال 450 وهوصل للمليون باذن الله في السنة اللي احنا فيها دي. وده طبعا يعني ثقة وتفاؤل، مش مجرد كلام بقوله كده، انا دايما ثقتي بتبقى في محلها، لان انا دايما بدعي ربنا ودايما يعني بحاول على قد ما اقدر ان كل حاجة بتمناها انا بطلبها من ربنا وبسعى ان انا اوصل لها. فانتي كمان وانت كمان اعمل زي كده وادعي ربنا على طول واسعى للحاجة، ما تستناش بقى نتيجة دلوقتي، ما تستناش نتيجة خالص، انت اسعى وسيب الموضوع على ربنا هتلاقي ربنا بيكرمك. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا من ناحية الموبايل، انت مش محتاج موبايل عالي، الموبايل اللي في ايدك دلوقتي انت تقدر تعمل بيه معجزات. الاضاءة اللي عندك في الاوضة ممكن تعمل بيها معجزات من غير رينج لايت، من غير حتى ما تشتري الاضاءة دي، والاضاءة دي بتتباع ب20 و25. حابب تعمل جو كده جامد ومعاك فلوس في البداية، ممكن تشتري انوار ليد وتعمل انوار كده وراك تبقى لونها احمر واصفر واخضر وكده، بتعمل جو جامد جدا في الفيديوز بتاعتك. حابب تجيب ستاند، هات ستاند، اسعار الستاند برده مش غالية، بتبدا من اول 100 فيما فوق. عايز تجيب حاجة نظيفة زي اللي انا بصور بيه دلوقتي ده، عايش معايا بقاله 3 سنين، جبت غيره 3 والتلاتة كلهم انا ركناهم جنبي هنا وما بستخدمهمش خالص، بستخدم الرينج لايت اللي انا بصور بيه بقالي 3 سنين ولحد دلوقتي عايش معايا، والرينج لايت ده بالستاند كانوا سعرهم 700 جنيه، يعني يعتبروا مش حاجه انهم عايشين معايا الثلاث سنين دول. اي حاجه تانية ممكن تتكسر، ممكن تقع كتير، انا ده كان بيقع قد كده وما كانش بيحصل له اي حاجه الحمد لله، ربنا يستر عليه بعد الفيديو ده. المهم ان انا زي ما بقول لك ما تخليش اي حاجه توقفك، لا تصوير ولا ايديت ولا اي حاجه من الكلام ده. طيب اعمل مونتاج ببرنامج ايه يا عبير؟ هتعمل مونتاج بثلاث برامج من اللي انا هقول لك عليهم دول. اول واحد يا اما في ان، تاني حاجه يا اما كين ماستر، تالت حاجه يا اما فيديو شو. الثلاث برامج دول كويسين جدا، انصحك جدا ببرنامج في ان، هو اللي انا بستخدمه في فيديوهاتي لحد النهارده، لحد النهارده انا بستخدم الابلكيشن ده، بصراحه هو حلو والتعامل عليه سهل. كين ماستر انا كان بدايتي كنت بستخدم كين ماستر، كان عندي كين ماستر المهكر تقدر تحمله عادي، وممكن تحمل العادي، بس الفكره عشان اللوجو اللي تحت، عايز تشيل اللوجو بتدفع اشتراك شهري، فانا ما بفضلش انك تدفع حاجه في البدايه، واتعامل مع في ان كويس جدا. طيب بالنسبه بقى خلاص خلصنا التصوير، خلصنا الايديت، نرفع الفيديوهات ازاي؟ انا بصراحه حاسه ان انا لو اتكلمت في الفيديو ده عن
التفاصيل بتاعت رفع الفيديوهات هناخد وقت كتير، فكل فيديو هخصصه في السلسله دي باذن الله، كل فيديو هعلمك فيه يعني بالشرح المفصل ازاي ترفع الفيديو على اليوتيوب وازاي ترفع الفيديو في المنصه اللي انت عايزها. بس عايزاكم تكتبوا لي في الكومنتس حابين تركيزي اكتر يبقى على اليوتيوب ولا على التيك توك ولا على الانستجرام. طبعا كلكم عارفين ان انا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وفي كل المواقع حاضر افيدكم باذن الله على قد ما اقدر. والله العظيم يا جماعه ربنا عالم، انا بديكم النصايح من الاخر، بديكم النصايح اللي انا كعبير كنت اتمنى اسمعها وانا صغيره ومحدش كان بينصحني بيها، ولا كنت اعرف ان في حد اصلا في السوشيال ميديا على ايامي ما كانش فيه الناس الكتير قوي اللي دلوقتي موجوده. طيب دلوقتي يا عبير نزلنا الفيديو على اليوتيوب نعمل ايه؟ الفيديو ما بيجيبش فيو. اول حاجه هتعملها ان انت هتعمل لك اكونت على كل موقع من مواقع التواصل الاجتماعي واولهم التيك توك. التيك توك يا جماعه من اكتر المواقع اللي دلوقتي بقت تجيب فيوز عاليه، ومن غير ما يبقى عندك سبسكرايب، من غير ما يبقى عندك فولورز، تقدر تجيب يعني فيوز بالهبل. بس يعني انصحك ان انتوا تقدموا محتوى كويس، بلاش المحتويات التافهه اللي بتجيب على الفاضي وعلى المليان. انت عايز تقدم محتوى، عايز ربنا يكرمك، يبقى من البدايه تمشي صح. لو مشيت غلط من البدايه وربنا كرمك، اعرف ان ربنا بيكرمك عشان يشوفك هتتعدل او هتتظبط ولا لا. لو ما اتظبطتش ربنا قادر ياخد منك الحاجه اللي رزقك بيها. فانت حافظ على الكارير اللي انت عايزه تعمله لنفسك، وحافظ على شكلك قدام الناس عشان الناس تحبك وتكسب يعني تكسب حب الناس، تكسب ناس تدعي لك في ظهرك، تكسب ناس وقت ما تتعب يسألوا عليك، مش مجرد ناس بيشتموك بينتقدوك. انا عايزة اقول لكم انا كعبير لما حد في الشارع بيوقفني بجد بفرح جدا، بفرح جدا. ليه؟ لان انا بشوف فرحة في عينيهم، بشوف ان هم فعلا مبسوطين ان هم شافوني، مش مجرد حد بيتفرجوا علي. الناس بتدعي لي، لما بروح البيت بلاقي مسجات حلوة جدا من الناس اللي اتصوروا معايا. فانا كل عايزة اوصلها لكم، حطوا الايجابيات كلها قدامكم واسعوا ناحية الحاجة اللي انتوا عايزين تعملوها، بجد هتلاقوا نفسكم وصلتوا. مش عايز اطول عليكم في الفيديو اكتر من كده، علشان احاول على قد ما اقدر ان انا اخصص فيديو لكل حاجه. فاتمنى بجد توصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات عشان اقدر اديكم طاقه اكتر، واقدر ان انا اشجعكم اكتر. لو عندكم اي سؤال، انا حاليا بصراحه مش عارفه اقول ايه بالظبط، فاسئلتكم هي اللي بتفرق معايا. اكتبوا لي الاسئله وهطلع ارد عليكم بالاسئله في الموضوع ده في كل حاجه. وبس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، متنسوش تحط لايك للفيديو وتخش تكلموني على الانستجرام وتعملولي فولو طبعا وسبسكرايب، عايزين نتم 350 الف في اقرب وقت. ويلا باي.